من صدفان بدي رحب بكل سمع برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني. بلقاء جديد ضمن برنامج كل يوم بيومه رح نرجع مئات السنين لنسترجع عبقري موسيقي أعطى المكتبة الموسيقية إرث كلاسيكي لازال حي ليومنا. بيكفي تقول بيتهوفن لتسترجع مؤلفاته الموسيقية يلي أسست للحداثة الكلاسيكية عبر 9 سيمفونيات إلى جانب مقطوعات البيانو والكمان ورباعيات الوترية. 56 سنة عاشة شكلت سيرة ذاتية جدلية اليوم رح نعرف جزء منها على مسرح مونو. رح يكون في اعترافات من خلال عمل بيحمل توقيع الروائي ألكسندر أجار بصياغة عربية للشاعر هنري صغيب وأداء الممثل بديع أبو شقرة. شو هي هالاعترافات وشو لازم يعترف بيتهوفن بزمننا هيدا؟ أهلا وسهلا فيك بديع أبو شقرة. أهلا فيكم. شكرا لك. مالك يا هلا؟ أنا اشتقت لك. الله يعطيك العافية. أنت منيح؟ الله يعافيك. استاذ بديع عم تسمعني؟ ايه عم بسمعك. اوكي رح بلش قبل ما ندخل اكتر بالتفصيل. واحد يرجع منا يستعيد سيرة بيتهوفن ويوضع اليوم بهيدا الزمن بشوف انه ممكن بيتهوفن يقول كتير اشياء. هالشخصية الجدلية ليه اليوم عم نستحضرها بمسرح مونو؟ لكن هي بالحقيقة ألكسندر نجار هو اللي كتب الكتاب، عملها بالفرنسي اول شيء وعرضها بفرنسا مع ممثل فرنسي وعازف بيانو كمان فرنسي، وارتقى انه ينقلها للبنان وصاغها للعربية للشاعر هنري صغيب، وطلب مني انه اعمل القراءة المسرحية لهالكتاب اللي هي اعترافات بيتهوفن. اهمية اعترافات بيتهوفن هي مش يعني بالموسيقى اللي هي نتيجة ابداعه، هي ما وراء هيدا الإبداع بحياته الخاصة الشخصية، يعني تعاطيه مع الحب مع الله مع السياسة مع الثقافة ومشاكله الشخصية لإله. هيدي أهمية الموضوع والشك والقلق اللي كان عنده لبيتهوفن، خصوصا أنه هو بطل يسمع، بقى قديش هيدي الشغلة أثرت على شخصيته وقديش الطفولة أثرت على شخصيته واعترافاته بالفشل بحياته الاجتماعية وعلاقاته الاجتماعية وبالنهاية الانكفاء والانعزال نحو الموسيقى فقط، اللي هي طلعت نتيجة مثل ما قلتي إرث ثقافي بيمتد يمكن آلاف السنين من بعدها وما بيخلص. طبعا نحن مواليد 1770، بيتهوفن عاش 56 سنة، اللي نحن اليوم بال 2022 بعدنا عم ندرس وبعدنا عم يعني نغرف من هذا الإرث. وبتعرف أكثر من أستاذ بديع أنه في كتير مناسبات عالمية بعدها لليوم تتجدد وتتألق أعمال بيتهوفن. بالضبط بالضبط. نعم. أهمية هذه القراءات المسرحية لأنه هي عملياً منا مسرحية، أنا لا أتقمص شخصية بيتهوفن ولكن أقوم بقراءات وأقوم بالتماهي شوي مع شخصية بيتهوفن. والأهم بالموضوع بالنسبة لي هو الأشياء اللي مرق فيها بيتهوفن وخصوصة تعاطيه الاجتماعي طبعا. مع ابن خيه اللي جرب يربيه ومع علاقاته العاطفية ومع علاقاته السياسية وانبهاره بالبداية بنابليون بونابارت وبعدين خيبة الأمل لما نابليون أعلن نفسه أمبراطور. هو خيبة أمل كان شايفه شيء وقتل، هو بيعتبر بيتهوفن أنه كل واحد بيوصل على السلطة بيصير مثله مثل غيره. بالضبط. وهودي ثلاث أشياء أهميتهم أنه بيقدر المشاهد يعمل لهم إسقاطات على حياتنا اليومية. ما أنا كنت بدي أسأل هل هي في إسقاط بهذه الاعترافات للواقع، مع أنه إذا بنرجع لزمن بيتهوفن كانت القصة قصة اقطاعية، يعني الزمن السياسي كان اقطاعي وهو كان من عائلة متواضعة، مع أنه كان باسمه الألماني في فان والبعض يعتبره فان هي عائلة أرستقراطية، بعدين في توضيح الفان هي عائلة أرستقراطية وفان هي عائلة مثل أي عائلة تاني، فهون يمكن الطبقية كانت تحكم. اليوم ليست الطبقية من يحكم، بفتكر أنا المادية
وليس الثقافة. اليوم اللي معه مصاري هو يحكم. ما بعرف إذا بتوافقنا الرأي أو لا أستاذ بديع. هلأ يعني برأيي أنا من شان ما نغوص كثير بهذا الموضوع، أنا برأيي كل أنواع السلطات، يعني السلطات الإقطاعية اللي هي اجتماعية وبالإضافة للسلطات الدينية، يعني إذا بدك الشق السياسي من السلطات الدينية بالإضافة للمال، كلهم بيجتمعوا واجتمعوا عبر التاريخ لبسط نفوذ على الناس وقمع الشعوب وقمع التحرر وقمع التطور ليكونوا محافظين على هذا النفوذ. وهيدي بالوقت الحاضر عندنا هون بلبنان هي عنوان المرحلة الأساسية، يعني عنوان الانهيار الأساسي. بقى مشان هيك في قصص متشابهة، نحن يعني نحن بهيدا العمل لا نقصد انه ما كان قصدنا نوجه رسالة الى دخل بهيدا الموضوع، ولكن نحن علينا نخبر الحدوتة القصة الحكاية، والناس بترجع هي بتحلل بتعمل اسقاطات ما بتعمل اسقاطات، بيصلى رسالة ما بيصلى رسالة، هيدي الشغلة عند الجمهور. لانه انا شخصيا لا اؤمن انه الفن وخصوصا المسرح يحمل رسالة، الفن بيخبر القصة، والرسالة الناس اللي بيطبخوها بذهنهم وبيطلعوا فيها بنتيجة بتشكل جدل بأي عمل مسرحي بينعرض. أستاذ بديع، قلت حضرتك رح تعمل قراءات مسرحية بس بمكان ما، يمكن رح تستحضر بيتهوفن كما بتشوفه أنت كممثل. بديع أبو شقرة كيف بشوف شخصية بيتهوفن؟ يعني اللي بيقرأ شوي بشوف أنه بيتهوفن كان شخصية مضطربة بمكان، كان اعتراضي بمرحلة كئيب بمرحلة انفعالي، كيف رح تشتغل على الشخصية؟ لا شك أنه شخصية بيتهوفن من خلال اعترافاته يقول أنه أنا شخصية بشعة، شخصية شنيعة، إلى هذه الدرجة راح بيتهوفن. ويتساءل دائما هل الإبداع ضروري يكون الفنان غريب الأطوار والفنان إنسان غير سوي؟ بيرفض هذه المعادلة هو، ولكن وقع فيها. هلأ بالنسبة لإلي، لأنه المسرحية قراءات، فإذا في فاين لاين، في خط كتير رفيع بين تجسيد شخصية وبين التماهي مع الشخصية والمحافظة على القراءات من مبدأ المسرح الحكواتي، مشان هيك هيدا الخط خط خطر. يعني أسهل لي أنا لو كنت يعني جرب أتقمص شخصية بيتهوفن وأرسمها برأسي مع المخرج ونقدمها، كانت أسهل لأنه بيعرف حاله الواحد شو عم يعمل. ولكن نحن بين اثنين، بين التماهي مع الشخصية والاقتراب من الشخصية وبين المحافظة على القراءات اللي هي من مبدأ الحكواتي. هيدي صعبة من ناحيتين، صعبة من ناحية المبدأ الميثود أكتينج، لأنه هيدي منا أكتينج بمعنى يعني منا تمثيل بمعنى التمثيل، وبنفس الوقت تعتمد على تقنيات، تقنيات الصوت، تقنيات التنفس، تقنيات مخارج الحروف، اللي هيدي عملية للممثل صحيح هي بتكون بالسكيلز تبعه، ولكن عملية صعبة أدواتها بدها شغل كتير، وخصوصا على مسرح من دون مايكروفون وعلى فترة ساعة، بالإضافة طبعا للموسيقى، بده الإنسان يعمل نوع من السينكرونيزاسيون مع الموسيقى. فإذا العملية بالنسبة لي بعتبرها أصعب من أنه يكون في تجسيد شخصية بالشكل الكامل يروح فيها للآخر. والأصعب أكثر أنك وحدك على المسرح، يعني مش عم تعطي باس لممثل تاني وحوار يمكن. مظبوط. وعندي أدواتي محدودة. أدواتي اللي بتعامل معها محدودة، يعني لا في ديكور، ويعتمد فقط على الصوت وعلى الحضور وعلى متابعة الموسيقى الموجودة على المسرح، مشان هيك هي نوعا ما تعتبر صعبة إذا عم تحكي مع ممثل جدي عم يشتغل على المسرح، لأنه بعض المرات ممكن تجنح نحو الشاعرية، ممكن تجنح نحو التمثيل وتتحول إلى نوع من الكليشيه، بده يضل الواحد محافظ على هيدا التوازن بين الاتجاهين. نعم. أستاذ بديع، بالشق الحكواتي فيك تستعمل صوتك العادي وتعتبر تقنية الحكواتي بالتقطيع، لكن بالجزء اللي بدك تتماهى مع شخصية بيتهوفن كيف رسمت له هو؟ هل حسيته مكسور، منفعل، مضطرب؟ هل رحت إلى أداء صوت منخفض عالي؟ خبرنا كله عن... يعتمد على الأداء الصوتي. كله يعتمد على الأداء الصوتي.
يعني ما رح أثنيها بشخصية بيتهوفن مع حركاته مع تصرفاته. ممكن بعض المرات النظرات توحي تعمل نوع من الإيحاء، ولكن الاعتماد كله على الكلام وطريقة إيصال الكلمة بشكل جيد أمين. الاعترافات يلي كتبها أستاذ ألكسندر نجار، اعترافاتي موجودة بسيرة حياته، هون عمل كتير أشياء عن بيتهوفن، على كل حال أفلام وسير ذاتية وقراءات وأبحاث والآخرية. شو اللي كنت عم تقرأ بهذه الاعترافات ولأول مرة لمسك بديع أبو شقرة كنت يعني غايب عنك من حقيقة ما؟ اللي 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 أكثر شيء لمسني وموجود على كل شخص عند كل شخص يتعاطى الفن هو القلق الدائم اللي بيرافق الفنان، يعني عطول مشغول باله بأشياء ما بيقدر يلمسها ويحددها شو هي الأشياء اللي بتشغل له باله، ولكن مجموعة أشياء بتجعل حياته مكركبة، تجعل حياته ما بيقولوا عنا بالعربي خبيصة بقى. هيدا اللي ما وراء نتيجة العمل الفني، هيدا اللي الناس ما بتشوفه عادة إلا إذا قرأت عنه ولكن ما بتشعره طبعا. ما وراء كل فنان في قلق متواصل، وهيدا القلق ممكن يوصل لمستويات متعددة، يمكن يوصل لمستوى كتير عالي يشكل له حالة قلق خطير بتوصل لإحباطات. هيدا لا يعني انه ضروري الفنان يكون هيك، لا ابدا مش ضروري، مش معناته الفنان بده يكون غريب الاطوار انه ليك يابا فنان الزلمه فاذا بحق له يتصرف باي طريقه لانه فنان، لا مش هيك، ولكن بعض المرات هيدا الاضطراب بيوصل الى مستويات عاليه بتكركب الحياه، وهذه لا تؤثر على النتيجه. يعني في ناس كثير فنانين عملوا نتائج فنيه، مخزون فني كثير مهم، وكانت حياتهم جدا نورمال وطبيعية. برأيك كانوا قادرين يسيطروا أو يخفوا هذا القلق يلي موجود عند كل فنان، أو كان نسبة القلق عندهم أقل من غيره من المبدعين؟ عن جد سؤال. أنا اللي عم حاول أربطه إنه نتيجة العمل الفني ليس لها أي تبرير من حياة ليست سوية. يعني ممكن يكون الفنان حياته سوية وعنده قلق، ولكن هيدا القلق بمستوى متدني وتطلع النتيجة كتير عظيمة طبعا. وبنفس الوقت ممكن القلق يعمل نتيجة كمان عظيمة، بس ليس شرط على الفنان انه تكون حياته مكركبة او تكون حياته، ممكن يكون انسان جدا عادي وبسيط ولكن عنده امكانية التعبير بشكل فني جيد بغض النظر عن طبيعة حياته. وهيدا بيخلق جدل، يعني من خلال اعترافات بيتهوفن بيخلق جدل عند الناس اللي عم بتشاهد واللي عم تتعرف على هيدا البعد من شخصية الفنان، انه تقدر تتناقش بالموضوع بينه وبين نفسه او بينه وبين غيره، وبتقدر تصير تشوف الفنانين من وجهة نظر مختلفة. انا شخصيا برأيي ليس هناك اي تبرير لعمل لأي تصرف غير سوي للفنان، وانه منقول معلش هذا فنان عم يعمل ابداع فاذا بده تكون حياته غير سويه. انا ارفض هذه استعملت مصطلح حبيته كثير استاذ بديع، وقلت انه حياته مكركبه، يعني الفنان بيكون حياته مكركبه، بس كمان بيتهوفن ما كانت حياته بعائلته بسفره بانتقاله. بيتهوفن كمان انه مبدع كتير وما كان عنده إمكانيات مادية يعيش بكرامة، ورفض يكون خادم بالقصور مثل ما بعض الفنانين كانوا الخدم. بيتهوفن أدت ربما أدت بحياته الشخصية، ولكن أنا برأيي الإبداع منفصل، وهي مخطئ. أنا الإبداع يعتبروا أنه أنا يعني هيدي المعادلة عندي في عليها مني، يعني موافق عليها 100%.
نوصل الشيء اللي صار يعني جدل ما يكون بينه وبين محيطه. والاعترافات شغل كتير عظيم، لأنه الاعتراف بالحياة مريح طبعا. الاعتراف بالحياة نوع ليف، يعني نوع اللي بيشيل يقدر في نوع من العنفوان. الاعتراف بالأخطاء يعني يقال انه بيتهوفن كان يلي وضع قيمة مادية لبيع أعماله، وقبلها ما كان في حدا يمكن يتقاضى مال مقابل أعماله، وربما يكون هو أكثر واحد تقاضى على أعماله. معيب أنه يكون هذا ويطق على الأعمال اللي بيعملها، وهيك بيعيش لأنه ما عنده شيء تاني يعيش من وراء. الخطر مش بتقاضي الأموال، التقاضي الأموال هو شغلة يعني شرعاً حلال بالمعنى الاقتصادي، ولكن الخطر بالموضوع هو المساومة على العمل الفني في سبيل خدمة أشياء تانية، يمكن تكون اقتصادية، يمكن تكون سياسية، يمكن تكون هيدي الخطر بموضوع الفنون، هي المساومة. يعني الفنان يجب أن يعمل ويتقاضى على أعماله، ولكن ألا يساوم على أفكاره. وهيدي اللي بتصير وقتها بيسمون مطربين القصور والرؤساء، لأنه هني عم بيساوموا على أفكارهم في خدمة شيء منه حقيقي، منه إذا بدك نضيف. حضرتك بالمسرح عم بيخذ من وقتك؟ أنا إيه بالمسرح أقول دعت من البروفا يمكن. بس بسؤالين بعد على السريع، أو يمكن ثلاث أسئلة. رح تكون القراءات بالعربي الفصحى أو بالعامية؟ لا طبعا بالعربي الفصحى. نعم. لأنه هيدا جزء كلاسيكي من الموضوع، والعربي الفصحى يعني كلاسيكيا مثل الموسيقى الكلاسيكية. نعم. المرأة في حياة بيتهوفن كانت نقمة، لأنه يعني ما قدر يوصل إلى علاقات سوية بعلاقاته العاطفية، وربما هو ارتباطه بعائلات أرستقراطية، حتى جوزيفين يعني ما قدر يتجوزها لو كانت توفى زوجها. يعني كل هيدي الأمور قديش كمان كانت الحب، نوعية الحب بحياته نقمة. هو يعترف أنه كل علاقاته كانت فاشلة جداً، وعلاقاته فاشلة جدا. هو يعني بيقول بسبب شخصيته المكركبة اللي هو مش قادر يضبطها. ولكن ما ننسى انه هو الانسان اللي فقد سمعه وبطل يقدر يقود الاوركسترا، وبطل يقدر يسمع من الاوركسترا الا قرع الطبول فقط. بقى هيدي الشغلة عملت له تأثير على كل علاقاته العاطفية اللي صارت. يعني ما لقى، هو يقول انه ما لقى امرأة تقدر مثل كأنه تحيطه او تحميه او تغلفه. بس هو بالحقيقة اي شخصية من هالنوع يعني غير متوازنة نوعا ما، يعني اذا صح التعبير، طبعا ليس سهل بالنسبة له انه تعمل علاقات عاطفية سوية. ومنشان هيك هو فشل. وفاته كانت كمان درامية بشكل، قيل أنه توفي متسمم وعن غير قصد. قدي كمان هيدي الوفاة بتتابع تراجيديا حياة مبدع مثل بيتهوفن؟ لكن نحن لم نتطرق إلى موضوع وفاة بيتهوفن، لأنه نحن مش عم نخبر قصته، نحن عم نخبر ما وراء إبداعه فقط، يعني بعدة بنود. منشان هيك قصة موته، لأنه تعتبر قصة موته يعني خارجية بالنسبة لحالته النفسية، منشان هيك ما تطرق لها ألكسندر نجار على ما أعتقد، يعني أنه ما كان في سبب للتطرق لها. يعني الهدف من وراء هالكتاب اللي حكى عن بيتهوفن هو اعترافاته، والموت ليس جزء من الاعتراف.
نعم. فينا نعرف أمتين العروضات؟ أمتين بتبلش؟ هل الدعوة عامة محصورة؟ رح أترك لك التفاصيل أستاذ بديع أبو شايع. العروضات هي ليومين فقط مبدئيا، لأنه نحن بأيام صيفية وبعد يعني موسم المسرح ما بلش، بس هلأ ليومين فقط، هني بكرة وبعد بكرة بتسعة وعشر الشهر بمسرح منو الساعة 8:30 المساء، والبطاقات تباع عبر مكتبة أنطوان. هل عمل ممكن يظهر من لبنان إلى خارج لبنان، أو لأنه مشغول بهالقد تقنية شخصية عالمية جدلية فيها كتير من مسؤولية التعاطي، ممكن يظهر هيدا العمل من لبنان إلى برات لبنان؟ ممكن كتير، وخصوصا أنه ألكسندر نجار يعني من خلال علاقاته خصوصا بفرنسا وبالدول العربية يعني هيدا مطروح، ولكن ما تحدد شيء بعد، ولكن مطروح لأنه هيدا عمل ما في له زمن محدد ووقت محدد، هيدا عمل يعني بينطبق على كل الأزمان، ويمكن ينعرض بمهرجان مسرح أو يمكن ينعرض ب بإيفنت مش ضروري تكون مسرح، لأنه يعتمد على القراءات وعلى الموسيقى. نعم. كنت حابب تضوي على شيء أستاذ بديع بإطار القراءات أو بإطار بيتهوفن وما سألت عنه؟ لا لا شكرا، اسم الله عليك، بتعرفي أكتر مني. لا تلميذتك أرجوك تلميذتك. فإذا نحن أمام عمل فينا نعتبره حكواتي مسرحي تحت عنوان اعترافات بيتهوفن للكاتب ألكسندر نجار، معرب من قبل الشاعر هنري صغيب، وطبعا بيحمل توقيع التنفيذ المسرحي لبديع أبو شقرة بمرافقة بيانو، بس نسيت مين البيانو معك، بس إذا بتذكرني البيانو هو عازف فرنسي اسمه نيكولا شيبرو. نعم. والموعد بكرة وبعد بكرة على مسرح منو. وشكرا لك بديع أبو شقرة. يا أهلا. شكرا شكرا يا أهلا.